هو هذا حال ثوار شباب واسط ابطال هني تكون شوفوا تقولون علينا جوكري ومن السفاره مدعومين ولكم يا سفاره تشوفوا صار بخيامنا قرقنا هاي من المطره مال البارحه شوفوا صار بينا خطينا ضفوا بساطله وين هم السفاره لعد ما يجون ينظفون يطلنا خيم جديد هاي خيمنا كلها تنقعت الفراشات تنقعت هذا هيثم قبالكم هم ذولا تقولون عليهم جوكريه والله ما تستحون خلاص انت بيت لك تنظف هيجي اذا سطحكم غرق يعني هسه يقول بيت اهلي ما انظف ضو عليه شويه نظفوا بيت اهلك؟ ابد والله يقول ما انظف بيت اهلي اذا فاضي البيت ما انظف بس اجي هنا انظف لا حول الله تاريخ 26/2 بس الله ويانا كلها عافتنا بس الله بس الله واهل البيت ويانا الله ينصرنا ان شاء الله من تفر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال الأرقام التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة سيستمر الحديث طبعا عن ثورة تشرين عن أهم الأحداث فيها طبعا مصادر صحفية أكدت إصابة 5 متظاهرين في هجوم جديد شنته القوات الحكومية وميليشياتها على المتظاهرين في العاصمة بغداد المصادر أكدت أن تلك القوات والميليشيات أطلقت قنابل الغاز الممنوع دوليا على المتظاهرين في ساحة الخلاني وسط العاصمة أسفر هذا الأمر عن إصابة 5 متظاهرين طبعا لدينا مقطع مصور نود أن نشاهده مع حضراتكم عن قيام المتظاهرين في ساحة الخلاني ببغداد بإسقاط صابات الحواجز الكونكريتية التي وضعتها القوات الحكومية لإغلاق ومنع تقدمهم في ساحة التظاهر فلنشاهد نبدأ باستقبال اتصالاتكم مشاهدينا الكرام معنا الآن السيد علي من العمارة تفضل يا علي علي تفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله تفضل حياك الله الله يسلمك ويبارك بك تفضل الله يسلمك احنا نرفض الحكومة والميليشيات نعم وحكومات ميليشيات نعم وعلى هالمرض حتى الصحة ماكو نعم وما شفنا يوم وزير الداخلية مثل شفنا واحد طلع مثل التلفزيون صرح على القتل نعم لا وزير الدفاع لا وزير الداخلية مشغولين بالمناصب يا علي يتعاركون هسه على الحكومة الجديدة ايه صحيح احنا نرفض هاي الحكومه نرفضها هاي الحكومه فاشله نعم كلها فشل من 2020 ما سوى شيء نعم سوونا بالله سوونا سوونا بالله شارع ما سوى شيء كلها فاشله فاشله نعم والله نرفض هاي الحكومه حكومه باطله فاشله انتخاباتها كلها مزوره وفاشله ونحن نشتكي عند الله وبعد نشتكي عند الله ونعم بالله حطموا بحق الحسين ان شاء الله اشكرك يا علي شكرا جزيلا يا علي كنت معنا من العماره معنا السيد احمد من الدنمارك تفضل يا احمد السلام عليكم اخ محمد وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته احييك واحيي تلفزيون الرافدين واحيي الجمهور العظيم اللي يتابع هاي الثورات اللي تشرف كل انسان في العراق. نعم.
حبيبي أرجو أنه تسمح لي من خلالكم أن أوجه بيان ولقاء ونداء إلى كل عراقي موجود بالدنمارك. نعم. عندنا مظاهرة مساندة لإخواننا الموجودين بالتحرير وبكل ساحات الاعتصام بالعراق. نعم. مظاهرتنا راح تكون في كوبنهاجن، المنطقة ساحة البلدية اللي هي غوز بلاتن. نعم. يوم الأحد الساعة 14، يعني الساعة الثانية ظهرا. نعم. أكرر، الساعة الثانية ظهرا في الروز هوز بلاتن اللي هي ساحة البلدية. نعم. الرجاء من كل عراقي شريف أن يساهم بها، لأنه ترى عيب إحنا بس نتفرج بالتلفزيونات وبالتليفونات على ناس يتقتلون. نعم. لازم نثبت حضور. صوروها يا أحمد. أكيد أنا واحد منهم راح أصورها أكيد وراح أبعث لكم إياها. ابعث لنا إياها على خدمة أنت ترى، وعندنا الموقع الإلكتروني وصفحة القناة على الفيسبوك، ننتظرها منكم. بإذن الله إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا أخي محمد. بالتوفيق يا سيد أحمد، بكل التوفيق لكم إن شاء الله. إذن دعوة مشاهدينا الكرام للجالية العراقية في الدنمارك، كما استمعتم من السيد أحمد من الدنمارك، دعوة لوقفة تضامنية مؤازرة للمتظاهرين لثورة تشرين في الداخل العراقي دعما لهم ولإيصال صوت العراقيين في الخارج. كما قال السيد أحمد، الدعوة في كوبنهاجن ساحة البلدية يوم الأحد القادم الساعة الثانية ظهرا. طبعا هذه الدعوة وجهت لجميع العراقيين القاطنين في الدنمارك وحتى في الدول الأوروبية القريبة، لاعتبار أن هناك سهولة في التحرك. أيضا هذه الدعوة موجهة للجميع. هذه الدعوات مشاهدينا الكرام وهذه الوقفات التضامنية والمؤازرة هي تشد كثيرا من عزم الثوار في الداخل العراقي، تحفزهم أكثر، تعطيهم أمل وتعطيهم القدرة على الصبر والتحمل، لأن هناك من يؤازرهم ومن يساندهم ويدعمهم في ثورتهم. وبالتالي كل خطوة تتم على أيدي الجالية العراقية في كل دولة في العالم هي بالطبع ستكون مؤازرة ومساندة للثوار في الداخل. طبعا في الوقت الذي ينشغل العراقيون بثورتهم ويخرجون في البرد وفي الحر ويستقبلون بصدور عارية الرصاص الحي وقنابل الغاز المحرمة دوليا المسيلة للدموع التي تخترق أجسادهم ورؤوسهم وصدورهم، تتصارع الأحزاب من أجل الحكومة الجديدة، حكومة محمد توفيق علاوي التي يرفضها الشعب. الرئيس البرلمان محمد الحلبوسي يقول إن رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي ليس مستقلا. طبعا أضاف أن علاوي مشترك في العملية السياسية وكان يرأس الوفود التفاوضية لتشكيل الحكومات السابقة منذ نحو 12 عاما. ورأى الحلبوسي أن رفض رئيس الجمهورية برهم صالح ترشيح أسعد العيداني لرئاسة الحكومة أمر غير مبرر. يعني أسعد العيداني اللي طلعوا عليه أهالي البصرة واتهموه أنه هو سارق وفاسد ولص ودمر محافظة البصرة، غير مقتنع محمد الحلبوسي رئيس البرلمان أنه ليش رفض برهم صالح رئيس الجمهورية. طبعا هذه التصريحات عندما ننظر إليها مشاهدينا الكرام وأنتم تتابعون نتساءل، يعني لماذا إذا كان رافض محمد الحلبوسي لمحمد توفيق علاوي لماذا ترأس اليوم جلسة البرلمان التي كان من المفترض أن يعلن فيها محمد توفيق علاوي الحكومة؟ لماذا ترأسها إذا كان رافضا؟ لماذا وافق أن يدخل في البرلمان إذا كان يرى أن محمد توفيق علاوي شخصا ليس مستقلا؟ من معنا الآن؟ السيد أبو يونس من ديالة، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله أنا من ديالة، إحنا مهجرين طلعنا من 2014 لحد الآن. نعم. أخويا. نعم يا أبو يونس. وين حاليا أنتوا يا أبو يونس؟ تقدر تقول لو ما تريد براحتك. أنا ببغداد هسه حاليا. نعم. طلعنا ولحد ما يخلونا نرجع لبيوتنا، مناطقنا. من هم اللي ما يخلوكم يا أبو يونس؟ الحكومة، هاي الحكومة كلها ما تقبل. ليش؟ والله يا ما أعرف، يقول مناطقكم بيها داعش، فيها كل شيء ما بيها. مو هم أعلنوا تحريرها؟
اعلنت تحريرها والعالم خلونا ترجع. نعم. ما يخلونا ترجع، ماذا نفتهمي؟ تروح على هذا على مثلا التميمي يقول لك والله مو بيدي، تروح على فلان يقول لك والله مو بيدي. داد بيدمن. والله ما تعرف بيدمن. يا تروح عليه يقول لك مو يمي. هاي الشخصيات اللي الجهات اللي دا تروحوا لها منهم يا ابو يونس؟ مين الجهات اللي تروحوا لها ويقول لك مو يمي؟ والله راحوا على مثلا التميمي. نعم. وقال مو يمي ما ادري شنو، اكو سلطه على من عندي يعني. طيب. قالوا منو سلطه على من عندك؟ ما اعرف والله انا سلطه على من عندي ما اعرف منو. ما يعرف. ما يعرف. وقبل فتره طلع على البغداديه. اي رعد الدهلقي. طيب. البرلمان كان رحت شو اسمه رئيس الوزراء عادل شو اسمه عادل عبد المهدي. نعم. قلت له يابا احنا البغداديه نازحين طلعوا ومناطقهم تحررت ليش ما ترجعهم؟ نعم. يقول رئيس الوزراء يعني طلع التلفزيون يقول رئيس الوزراء اقول له يابا ليش ما ترجعهم؟ يقول والله مو بيدي ما اعرف ما اقدر. رئيس الوزراء. اي والله. راح على الدلق طلع بالتلفزيون وقال لا اله الا الله. قال اكثر من اربع خمس مرات يقول مو بيدي. اذا رئيس الوزراء مو بيده لا تبيدنا. تروحون الراسين وتصورون هالمنطقه السنسل. اذا تروحون تشوفون منطقه 32 منطقه بها هي. نعم. 48 الف نسمه بها. نعم. لحد ما راجعين 3000 واحد ما راجعين 4000 ما راجعين. الله يعينكم يا ابو يونس. ان شاء الله صوتك فلش الحشد ما خلى لا بيت كل شيء ما خلى الحشد ميليشيا الحشد. اي والله مسحوها مثل حتى مو سيطرين عليها قسمين المناطق ثلاث اقسام كل قائد حشد ميليشيا من عندهم ماخذ اربع خمس مناطق من عندها مقسمين تقسيم. نعم. اي شلون قبل حارث متوليها قبل من كتل حالف ولد من حي العسكري. نعم. ثم مكانة متولى المنطقة وما يخلون أحد يرجع ما هو ممنوع. نعم. جايبين حفارات وشفلات وتروحون تصورونها في اليوم أتمنى تروحون. شو يسوون بهالحفارات والشفلات يا أبو يونس؟ يشيلون هاي البساتين الضخمة هاي البساتين حلوة كلها شالوها بحروها سووها معامل حصى ورمل. معامل حصى ورمل. اي سووها بساتين محامي حصر رمل سووها ما خلوا كل شيء. وجوز تطلع مخازن اسلحه ايش مدري؟ كل شيء ما بيها بساتين مستانس وعلى مليار. اقصد المعامل اللي سواها جوز تطلع مخازن اسلحه. لا كل شيء ماكو لا مخازن اسلحه لا معامل حصر رمل بستان مط. نعم. حفارات. نعم. شكرا يا ابو يونس وضحت الفكره شكرا جزيلا لك ابو يونس من دياله. هاي واحده من المآسي الكثيره اللي يعيشها العراقيين اليوم موضوع التهجير والنازحين. اعداد كبيره جدا تجاوز 3.5 مليون مهجر ونازح خارج منطقته خارج منزله في محافظات عراقيه مختلفه. ومثل ما سمعتوا رجل من رحم المعاناه رجل مهجر يقول لما يتكلم نائب يقول نسأل رئيس الوزراء ليش بذولا ما يرجعون يقول لا خارج طاقتي وخارج صلاحيتي رئيس الوزراء. طيب إذا رئيس الوزراء ما عنده القدرة أنه هو يرجع النازحين منه اللي عنده القدرة؟ من هو صاحب الصلاحية اللي يرجع بها الناس إلى مناطقها ويبعد الميليشيات ويسحب السلاح وينظف البلد إذا كان رئيس الوزراء مو بيده؟ أم أزهار من بغداد تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حييك وحيي هاي القناة العظيمة وعامليها وإحنا السلام. قلبا وقالبا مع المتظاهرين ورحنا وياهم وفداهم إن شاء الله وندعيهم ليل ونهار. نعم. أما هاي إحنا ما نقول هاي الحكومة هاي العصابات كلها إيرانية هذول الإيرانيين كلهم واحد ينطب ما ينطب الثاني لأنهم كلهم مستفادين كلهم صاحبين معامل صاروا وصاحبين فلوس وأشكال. أما الحلبوسي من يقعد يقول ما يريد محمد توفيق هو
منين اجى؟ هو خبلته ايران وجابته هنا قاعده صوته بالبرلمان. هي اول ما بدات حكومه الحلبوشي ويا عادل زويه كلها حكومه ايرانيه، وهي حكومه ايرانيه من 2003 الى هسه. ايران مستوله على يعني ما حد مصر الحكومه مثل ما طلع مقتدى الصدر يقول ما تصير حكومه اذا ما اقول اني اي. يعني انا اتعجب على هيك انسان يقود هذا البلد. معقوله معقوله هذا العراق العظيم، العراق اللي قاد ثورات، العراق اللي قاد امه عربيه، العراق اللي كان عنده جيش عالمي، العراق اللي كان ادى واجباته ويا كل الدول العالميه، مثل هيك انسان جبان قاتل مجرم يقول مصر حكومة إلا أني مثله ومثل الخزعلي ومثل هادي العامري. احنا نأسف على هيك شكولات اجت حكومة هذا البلد وخربتها. ان شاء الله ان شاء الله هذول شو قد المتظاهرين، ان شاء الله ان شاء الله هم اللي راح يقودون هاي الثورة، وهم راح يسوون دولة عظمى وغصبا على المقتدى الصدر وغصبا على المالك على كل هالجماعات اللي اجوا هسه دي يحكمون. شكرا يا مزار. العصابات الإيرانية. كنت معنا من بغداد، شكرا جزيلا لك. السيدة أم عمر من السويد، تفضلي يا أم عمر. مرحبا. أهلا وسهلا. تحياتي لقناتكم الكريمة ولحضرتك. شكرا جزيلا. كل العاملين في هاي القناة الشريفة. حياك الله. بس أود أن أوضح بالنسبة لمقتدى الصدر. نعم. هو من دا يهدد ودا يوعد وأسوي هيك، هو شنو هو اللي سواه للعراق؟ نعم. بناء الشارع، بناء المدرسة، سوى مدارس للأيتام. هو شنو هو اللي سواه للعراق؟ هو لا شيء، قاعد مكبر راسه ومدح بروحه. وأنا شكلت حكومات أنت فهم علم بالسياسة وشكلت أنت حتى بالدين تعرف. بس خلي ينطيني آية قرآنية صحيحة يقرأها. أنا متأكدة والله كلش لا فهم لا بالدين ولا بالسياسة. جو حرامية عصابة، ليش متمسكين بالسلطة؟ غير اللي يبوقون هسه هو كل الدولية. أنا هذا حسني مبارك مو راح نطاها وراح خلى الشعب يعيش بأمان. هذا أبو جعفر المنصور اللي بدا مدينة بغداد، أنت شنو هو اللي سويت ببغداد؟ ويضحك وفرحان جريت أذانهم وخليتهم شنو أنت بلطجي؟ هذا سوبر رجل دين. وتقتلي بالإمام الحسين، الإمام الحسين يقبل أنت تقتل؟ تحكيها على أن تتباهى؟ شنو لاملك شم واحد بفلوس لامهم؟ أنت ما عندك شعبية. هذول كلهم بفلوس جايبهم، اقطع رواتب لا تعطي كلهم ما يشتركوا في حلف. نعم. حرام عليكم، دمرتوا البلد من الله يدمركم، إن شاء الله كورونا تنزل عليكم وتخلص العراق من شرككم. والله يحفظ المتظاهرين، والله يرحمهم برحمته وينصرهم ويظلهم بظله رب العباد، يظلهم بظله المتظاهرين يوم لا ظل الا ظله. اللهم انت معهم، انت القوي والقادر على كل شيء قدير، برحمتك يا ارحم الراحمين. شكرا جزيلا. واشكرك عيني والله يحفظك. الله يسلمك ويبارك فيك، شكرا جزيلا. السيده ام عمر كنت معنا من السويد، معنا السيد ابو عبد الله من لندن، تفضل يا ابو عبد الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. تحية لك ولقناة الرافدين والسادة المشاهدين. والله يا أخي محمد، أنا اليوم شفت في على وسائل التواصل الاجتماعي على الواتساب فيديو لمقتدى الصدر وهو يتحدث مع صحفي، يعني شيء يعني مخزز جدا، متخلف جاهل. يعني بلا تجاوزات، يعني خلينا نتكلم عن سياسات انتقدها كسياسات. نعم أنا انتقد يا أخي محمد، لكن شعبنا العراقي من 2003 يعني يعاني بيد ميليشياته، ميليشيات القذرة الذي قتل الآلاف وشرد وحتى اعتدوا على بيوت الله المساجد. فايش يقول في الفيديو يا أخي محمد؟ يقول السياسيين السنة أيضا يحرض على الفتنة الطائفية، لأن هم فاشلين، لأن حزبه فاشل ووراءه إيران فاشل، والذي أتاهم يعني المجرمين. يعني يتحدث يقول السياسيين السنة إذا كان يرسل المفخخات فأنا ويبتسم ويضحك، يعني يقول أنا مجهز
يعني اشياء اسويها ميليشياتنا جاهزه لحمل السلاح ويعني في القتل يعني اخي محمد نحن قبل مجيء الغزو هل كان عندنا في العراق مفخخه؟ هل كان حد يفجر نفسه؟ يعني نتساءل يا اخي محمد من 2003 جاء الميليشيات قتل تشريد سرقه المليارات هو لانه يعرف المتظاهرين الان حتى يعني اهل الجنوب في سواء في بصره والناصريه والكربلاء لما كشفوا انه ميليشيات القدره يريد ايضا يسبب فتنه فيتحدث يقول يتحدث بنفس طائف يقول ان السياسيين السنه عندهم مفخخات فانا عندي اشياء الميليشيا جاهزين لعمليه فيا اخي يعني اهل العراق الان انتبهوا يعني عندما احنا ما سمعنا قبل الغزو الامريكي هناك احد يفجر نفسه او يقتل. هل تتوقع انه بده يحضر للطائفيه من جديد يا ابو عبد الله؟ بكل تاكيد هذا الكلام الذي يتكلمه الان يحضر للطائفيه لانه على اساس ياتي ب يعني ياخذ عطف اهل الجنوب يقول لهم ان السنه راح ياتون لكم بالمفخخات والقتل فلهذا السبب يقول نعم بكل تاكيد. تتوقع ينجح بعد اللي دا يصير الان بالشارع العراقي وهذا الوعي؟ لا بكل تأكيد ما ينجح لأنه عندما قامت عليه أهل الجنوب عندما كشفوا أنهم عملاء لإيران وسرقوا المليارات وجوع الشعب فهذا لن يمر هذا لأنهم عملوها كذا مرة الآن انكشفوا فلهذا السبب فأنا بإذن الله عز وجل أنهم لن ينجحوا لأن الشعب العراقي وعد واستبدت هذا الاختبار فإن شاء الله أن الثوار لن يتوقفوا حتى يقضوا على هؤلاء الفتيان. شكرا جزيلا لك يا سيد ابو عبد الله كنت معنا من لندن. طبعا مشاهدينا الكرام كما قلنا في الوقت الذي يقتل فيه العراقيون في الشارع على يد الحكومات حكومات ما بعد الاحتلال واحزاب السلطه وميليشياتها والقوات الحكوميه تتصارع هذه الاحزاب للاستفاده قدر المستطاع من حكومه محمد توفيق علاوي بترشيح شخصيات تنتمي اليها للاستفاده ولاستمرار المصالح وسير المنافع. لكن يبدو أنهم لم يتفقوا بعد وبالتالي فشل مجلس النواب في عقد جلسة استثنائية خاصة بالتصويت على التشكيل الحكومية لمرشح الأحزاب محمد توفيق علاوي بسبب الخلافات بالطبع بين الكتل السياسية على توزيع الوزارات والمناصب. لما نزلت القائمة اللي فيها أسماء الشخصيات اللي المفروض مستقلة اللي حتمسك المناصب الوزارية بقت خمس حقائب وزارية لم يوضع لها أي اسم ولم يتسلمها أي شخص: الداخلية والعدل والمالية والنفط ووزارة أخرى. هاي الوزارات لم يتم وضع شخصيات لها، يعني محمد توفيق علاوي وصل يبدو أنه وصل لهاي الأسماء بعد التوافق طبعا وبقت الأسماء اللي هي بالوزارات الحساسة جدا والمهمة للغاية هاي لغاية هاي اللحظة لم يتم الاتفاق عليها. طبعا يبدو أنه هذا هو السبب اللي تم تأجيل الجلسة لأنه غير جاهز، وقررت رئاسة البرلمان تأجيل الجلسة الاستثنائية إلى يوم السبت المقبل لعدم اكتمال نصاب التصويت على حكومة محمد علاوي. داخل الآن العملية السياسية هناك صراع يعني ما بين الكتل المحسوبة على الشيعة أو تقول أنها هي تمثل الشيعة والشيعة منهم براء كما يقولون أهل الجنوب وما بين الأكراد والسنة أيضا سنة العملية السياسية وكرد العملية السياسية يتصارعون فيما بينهم على الحصص والنسب وغيرها. وطبعا الشعب يقتل في الشارع. السيد ابو عمر من بغداد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حي الله قناه الرافدين وحي الله مشاهديها. الله يسلمك ويبارك فيك، تفضل. والرحمه على شهداء تظاهر والرحمه على روح فقيدنا المرحوم الراحل الشيخ الضاري. حياك الله. اخي العزيز استاذ محمد، بالنسبه للتظاهرات اللي متواصله الان من بغداد وكافه المحافظات واللي قاعد يصير الان حاليا في بغداد وساحه الخلاني قمع المظاهرين وهاي قوات اللي موجوده قوات الشغب اللي هي موجوده من احزاب السلطه اللي قاعده تقتل بالمظاهرين وهاي القوات اللي هي اساسا الها ما الها ولاء للشعب العراقي ولا للميليشيات وقائد الضباط اللي موجودين اللي من اعضاء حزب الدعوه وفيلق بدر وبعض القوات اللي تابعه الى خيصر الخزعلي وقوات الخراسان
اللي هذول المجاميع اللي مستهدفين بقمع المظاهرين وقتلهم. هم مهما يكونون يحاولون قتل هاي المظاهرات وترعيب الناس وبالغازات وبالطلقات السكن اللي قاعد يضربون. الشعب العراقي أخي هاي أكبر من هذا، شاف من عدة ويلات ومأساة، فما ممكن أنه يرجع ويتخوفه هاي طلقات السكن أو الدخانيات. فهي أصبحت مسائل احتيادية قدام المظاهرين وقدام الشعب العراقي، بس هم خسروا شعبيتهم أمام العراق وأمام العالم كله. كيف أنه هذه الأحزاب اللي 17 سنة جاي تحكم بالشعب العراقي بينت وقاعتها وبينت أنانيتها وبينت كرهيتها للشعب العراقي؟ فهذا شيء أنه إحنا نتمنى أن يكون بعد يطلع أكثر من عدوم حتى يعرفوا الشعب العراقي ومتى خسارة هاي الحكومة وخسارة هذه الميليشيات اللي تتواصل على الشعب اللي هو طلع مسالم ورايد وطن أن يسترد من هذه الأحزاب المقتنعة. وبالنسبة إلى مقتدى الصدر اللي قاعد الآن اللي هسه موجود، إحنا آخر الأخبار اللي موجودة من اللي يقول جرة يد المظاهرين، هذه جرة دين اللي بيقوله هو اكو عدة. احنا عندنا بعض الامور اللي اكو الناس اللي ما يعرفوها، انه السبب اللي جرت المظاهرين اكو كلام يقول بانه المظاهرين ليش ما طلعوا ظاهروا من يوم اللي قاسم سليماني انضرب ومهندس انضرب، ليش مظاهرين ساحة التحرير باقي المظاهرات المظاهرين ليش ما طلعوا ضد امريكا وعلى مود يعني يكونون لهم مكانه؟ فهاي جرة إذن إلى قصد بهذه الأمور أستاذي العزيز، ما عدى بغير قصد بأنه أحد حكى عليه أو ما أدري شنو هاي من هاي الأمور اللي موجودة عندها اللي يقولون اللي يقول عنها، فهو هذا المقصد ماله. ليش المظاهرين ما طلعوا ضد أمريكا؟ ليش ما انضبط السيادة الآن؟ طيب إحنا نقول لك من المظاهرات اللي كنا تطلع بيها واللي تطلع بيها اللي ويا الشعب أناشيدكم الوطنية أو كل شيء اللي يا سيد أبو عمر، لكن نقطة مهمة أيضا قالها، نقطة مهمة قالها، قال أنتوا طلعتوا على الإضراب وكذا، أضربتوا شهر شهرين يوم يومين كافي وصلت رسالتكم. طيب المتظاهرين الآن بالشوارع وصلوا للخمسة أشهر، منو سمعهم لما وصلوا رسالتهم؟ منو سمعهم؟ منو نفذ المطالب؟ منو قال حسوي وسوى فعلا؟ يعني لما هو يبدو، يعني هو يبدو أن يريدهم يطلعون يقولون كلمتين ويطلعون ويرجعون لبيوتهم مثل المظاهرات اللي كان يسويها. نعم أخي العزيز أستاذ محمد، هذا نظريته بأنه المظاهرات يعني طالت وقتها. إحنا الشعب العراقي وساحات التظاهر اللي موجودة في بغداد كافة المحافظات، أخي هاي الحكومة والأحزاب من ضمنها هم نفسهم التيار الصدري وباقي التيارات وباقي الأحزاب رافض أصلا هاي العملية اللي سياسية واللي قالها في أول التظاهرات هذا الشعب وحدة طلع لا تركب الموجة. فأخي العزيز أنه إحنا ما ممكن الشعب العراقي يعني 40 مليون يمثل من قيادة مقتدى الصدر اللي مثلون إذا كان مليون مليونين فهي مثل الشعب العراقي يا أخي العزيز، يعني ثلاثة أرباعهم مأجورين وحتى ما وصل لهذا الرقم يا أبو عمر. هو دعا المليونية وما حد طلع، طلعوا له كم ألف. اي حتى أستاذي العزيز ايش قد يعني يطلع هو وأحزابه وباقي الصفات اللي موجودة، روح مليون روح مليونين يعني أكثر من هذا مين أبو عي باقي 38 مليون. شكرا جزيلا، أشكرك يا أبو عمر، كنت معنا من بغداد وضحت الفكرة. معنا السيد أحمد من سويسرا. أحمد تفضل. نعم السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله ولمشاهدين قناة الرافدين قناة القراء. بالحقيقة أستاذ محمد بالنسبة لقمع المتظاهرين، القمع يعني مستمر بمنهجية تهدف إلى يعني الترهيب والترغيب. طبعا حاولوا الالتفاف على ساحات التظاهرات من خلال إغراء بعض القيادات التنسيقيات وحضروا اجتماع إذا لاحظتوا قبل أسابيع طلعت اللجنة المنظمة للتظاهرات قالوا ذولا مو متظاهرين ولا يمثلون أصلا. فعلا ما يمثلون ساحات التظاهر. وقد تم إصدار أكثر من بيان بهذا الخصوص. صحيح. وإلى البارحة تم بالمناسبة يعني حتى لا يقولون إنه التظاهرات
طابعها شيعي فقط. البارحة الثلاث شباب بعمر الزهور اللي استشهدوا واحد سني وواحد شيعي واحد مسيحي. سبحان الله. إذن هي تظاهرات عراقية خالصة. طبعا لم يتم الاستجابة إلى هذه التظاهرات رغم مقتل واستشهاد 700 شهيد. أكثر عبروا الألف. أكثر من 700 شهيد وحوالي جرح 23,000 متظاهر من ضمنهم أكثر من 5,000 معاق. إعاقة دائمة اللي فقد عينه واللي فقد إيده. وطبعا هاي أكثرهم يعني من عوائل متعففة فقط العوائل بدون معين. طبعا لحد الآن لم تتم استجابة نهائيا إلى طلبات الشعب. لا تحقيق بقتل المتظاهرين. لا عرفنا منهم القناصة. لا عرفنا منهم الطرف الثالث. وكأننا نعيش يعني في كوكب آخر. وعملية مهزلة في مهزلة. إنه جاءوا بمحمد توفيق علاوي. كمرشح تسوية ما يسمونه تسوية في حين هو مرشح مدعوم من السائرون. اليوم المسرحية الجديدة اللي ما حضروها سواء 30 نائب وكلهم من السائرون ويقال انه صارت مشادة كلامية بين السيد الحلبوسي والاخ الكعبي النائب الاول لرئيس البرلمان بسبب يعني يمارسون عليه الضغط لقبول وحتى يرجعون النواب اتحاد القوى لتصويت لفرض فرض التصويت على حكومة محمد علاوي. ومارتون سياسة الترغيب بالنسبة للكرد بإعطائهم قصص وموافقة على 20% وموضوع كركوك. يعني إذا العملية هي كلها يعني عملية اضطرار. وهذا كل الصراع ده يصير على حكومة من المفترض اسمها حكومة انتقالية، حكومة مؤقتة. نعم. يعني ده يتصارعون وكأنه المناصب هاي دائمة بالنسبة لهم، وهي جاية في حكومة انتقالية مؤقتة. ليش هذا الاقتتال والصراع عليها؟ فعلا هذا دليل أستاذ محمد، هذا دليل انه هي الحكومة ما مؤقتة. والدليل انه محمد علاوي في برنامج الانتخابي ما حدد موعد الانتخابات. واذا لاحظت جنابك يعني قبل ايام ساحات التظاهر حددوا يوم 1 اكتوبر او 1 تشرين الاول موعد للانتخابات المبكرة. ثاني شيء برنامج كل الكتل السياسية اجمعت منهاج الحكومة اللي قدمه محمد علاوي لا يمكن تطبيقه مو أقل من خلال 3-4 سنوات هاي. فيما إذا استمرت الحكومة يعني بتوافقات وما صارت عرقلة وما تمت عرقلة أو منها القبيلة. أنا أشكرك سيد أحمد من سويسرا. مشاهدينا الكرام نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. الصوره خلاص حصل حصل. اي سيد عمار على خيمه الصوره. هو هواي باع كله. روح خيمه الصوره. كورونا. اي كورونا التعليمات كل العراق احنا رجعنا. تعاونكم يكون عن طريق الاتي. اولا يجب اخشاء الخير من افرادها. نقوم بسعصكم واحدا تلو الاخر. سنقوم بعمل جولات اخرى وسنعطيكم جدول يوم ولاحظ الاولى. نرجو من الشخص الذي نشك فيه انه يذهب مع موظف صحة الرصافة لفحص تحليل PCR. وملاحظة الثانية على اي شخص يشك لديه الاعراض توجه لمركز الشهداء التحرير اللي هي مركز رقم 2 جوال نصر. حسن الحرارة وقحنات ونحول عام يستمر لمدة أكثر من أسبوع إلى 10 أيام. وفي الحالة الشخص لازم يسوي تحليل PCR. هذا التحليل راح يبين إن الشخص حامل للمرض أو لا. تفضل من نوع نظر خش مبادرة. مبادرة خش مبادرة. ما عندك العافية. الله يحمي العراقيين.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. المقطع الذي شاهدتموه هي عمل تطوعي في ساحة التحرير في العاصمة بغداد لمنع أو للتأكد من خلو ساحة التظاهر من فيروس كورونا، وبالفعل هو خالي، ساحة التظاهر في بغداد خالية من هذا الفيروس، ونتمنى طبعا السلامة لجميع العراقيين. السيد أم عبد الله من بغداد، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية لحضرتك وإلى قناتكم الشريفة ولكل العراق الشريف، وليلة مباركة، ليلة الجمعة إن شاء الله، إن شاء الله. على كل المتظاهرين، على كل العمق الشرفاء. نعم. أستاذ، يعني هذا اللي أسمعه من المتصلين، يعني نعم. إحنا عايشين في وضع مأساوي جدا. نعم. يعني لا أكو أمل بالحكومة الجديدة اللي راح تجينا، مع العلم انه علاوي الشيخ يقول انه انا اؤيد الاحتجاجات والمظاهرات وخليها تستمر. زين. الكابينه الوزاريه اللي على اساس يوم السبت. نعم. طبعا هذا الضغط اللي موجود، السنه والشيعه والاكراد كلهم يضغطون وكلهم يريدون مناصب هذول السلطه والفئه السياسيه. نعم. فاعتقد انه هي هاي اصلا الوزاره اللي راح يقدمها هي ناقصه، يعني أو لا بيها وزير مالية، ولا بيها وزير دفاع، ولا بيها وزير داخلية، ولا بيها وزير عدل. بالإضافة إلى هذا، السجون مليانة بالمعتقلين، إذا كانوا من المتظاهرين أو من أبناء السنة، اللي هذا صار لهم سنين من 2014 و15 وإلى الآن يعانون ما يعانون، وقسم صفوهم وإلى الآن يعني يقومون عملية الإعدام بهم، وقسم قبل يومين ماتوا اثنين في سجن الحوت. يعني لا أكو اهتمام بالشعب العراقي لا من ناحية صحية، بعدين هاي الأمراض اللي تجينا، بعدين بالإضافة إلى هذا مرض كورونا. يعني أول شيء إحنا مرتبطين باتفاقية مع الصين، النفط مقابل الاستثمار. زين، هذا المرض اللي صار في الصين، يعني هل راح تقوم الحكومة الصينية بتعهداتها للحكومة العراقية؟ زين، ليش ترتبط الحكومة العراقية بدولة إذا هي لازم المفروض كلها تتوقف يعني تنسخ هذه الاتفاقيات؟ ليش؟ لأن إحنا العراقيين ترى تعبنا، يعني شعب متهجن، الناس تريد ترجع إلى أماكنها، ماكو السجون مليانة، ماكو عفو، الأمراض تنهش بالشعب العراقي. بالإضافة إلى هذا، حتى عندنا مستشفيات كورونا، عفوا المصابين بكورونا خاصة منطقة النجف، الصبح رجال الدين اللي مصابين يودوهم للمستشفيات الصبح، وبالليل يرجعوهم بالفندق سيارات الإسعاف للفنادق ينامون. يعني أنا ما شايف هيك وضع مساوي للعراقي، يعني يهتمون بجماعة وتكون الشعب العراقي، النساء نايمات بالشوارع، احنا أطفالهم. زين، بالإضافة إلى هذا، يعني أستاذ، إذا يعني نحن يعني نبقى بهذا الوضع، إذا احنا صار لنا 17 سنة، ترى بعد 17 سنة احنا نفس الوضع هذا. ليش؟ لأن راح تستمر المتظاهرين في احتجاجاتهم. وحتى الناحية الثقافية أستاذ، انه طلع كثير من المتقاعدين، غير يصير عملية تعيين مكانهم، ماكو، ولا قرروا انه يحاضر المواطن بشكل مجاني. ليش؟ لان الخزينة ما فيها فلوس. بالاضافة الى هذا، الوضع ترى مأساوي جدا، واحنا راح نعاني معاناة. بالاضافة الى انه ترى ايران راح تفتح الماي مال الفيضانات، وراح تغرق المناطق الجنوبية، وراح تصير المأساة مأساة معاشي في العراق. شكرا. فلهذا بقى على الشعب العراقي. نعم. الكلمة الوحدة والقرار الأخير هو الشعب العراقي، هو اللي يقرر، أما يعيش بكرامة وينتفض انتفاضة كاملة كل الشعب العراقي، وإلا يبقى الوضع هذا مثل ما هو بدون تغيير. وضحت الفكرة أم عبد الله، شكرا لك. السيد أبو علي من واسط، تفضل يا أبو علي. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك. حيا للرافدين والجمهور الرافدين، ونسأل الله أنه يحمي الشعب العراقي من وباء كورونا، إن شاء الله ويخلصنا من فيروسات ضربونا وسلبونا ونهبونا وخدرونا اللي جتنا من 2003. نعم. أستاذ محمد، طمع المتظاهرين يعني مو جديد على هذه الحكومة ولا الحكومات اللي سبقتها. نعم. يعني من عام 2005 والحكومات تطمع بمتظاهرين ايا كانوا بغض النظر، يعني هم بهذه بس بالطمع
ما صاروا طائفيين. نعم. يقمعون اي شخص. بس الاكراد ما يروحون هناك لان ما يقدرون. هذا القمع الجلسي حاليا هو بس تغطيه للتصارع على الوزارات بحكومه محمد توفيق علاوي. نعم. اللي اساسا محمد توفيق علاوي من يقول انا مع المتظاهرين وانا احكي بصوت المتظاهرين وانا لازم احقق مطالب المتظاهرين. زين انت استشاريت المتظاهرين بوزارتك. زين ليش تقدم حكومه ما كامله؟ المفروض تكمل حكومتك يلا تجي. وحتى لو كملها يعني هو اذا هي مرفوضه من الشعب ليش يكملون بهذا الموضوع؟ ليش يستمرون؟ لان هذا الاستاذ محمد هي اساسا كذب، هي اساسا هو مو مع المتظاهرين. نعم. لان هو اساسا يخدمهم، هو اللي جابه مقتدى الصدر، ومقتدى الصدر قال اذا محمد توفيق علاوي ما مضت حكومته راح امررها بالقصف، وقال هو في صحيح العباره قال عراق راح يروح الى الهاويه الى النار. نعم. ولان عنده مجموعه يعني كبيره من المسلحين والميليشيات والقتله. هو قال يعني بصريح العباره، والمفروض هذا اذا كان اكو مدعي عام بالعراق المفروض يقدم للمحاكمه. من يقول انا اذا رجعت التفجيرات السنه رجع جماعتنا يضح فيها وزاره العدل. بعدهم ما مستقرين على شخصيه منها، يبدو ان هم بعدهم ما متفقين من راح يستلم وزاره العدل. وزير العدل لازم يجيب تعهدات من من يعني من يدي حاكم، مثل ما قال علاوي يدي حاكم اللي قتلوا المتظاهرين. احنا ما نريد حاكم لي شخص حمل مسدس وقتل، لا، هيدي حاكم اللي دفاعه من هو يقدر يحاكمه؟ ما يقدر يحاكمه. زين وزير دفاع وداخليه دونيس يقول هو يقول اي يسحب الاسلحه من الميليشيات، يوم الميليشيات يوم كلهم صاروا حكومه يسوون انفسهم جبهه المقاومه هي هذه حكومه. لا هم جاي يتصارعون. والثاني اقول للنواب اللي يقولون والله مكون السنه، انت مين قال لك انت تمثل السنه؟ انت ما تمثل السنه. صحيح. يعني لو صار الان على سبيل المثال نقول هياتهم السنه بالمحافظات مهجرين بالملايين برا محافظاتهم. يعني استاذ محمد خلينا نكون واقعيين شوي، نقول محمد توفيق علاوي صار وطن وجاب حكومته كلهم شيعه. يعني نعتذر عن التسميه هذه بس صحيح لان هم فرضوا علينا هذا الشيء. نعم. جابوا كلهم شيعه، معقول الشعب السني يروح يتظاهر ليش حكومته كلها شيعيه؟ لا. يقول خلينا نجيب لي واحد يخدمني صاحب كفاءه. صحيح. اذا الصراع مو على التسميات او المحافظه، لا، الصراع على السلطه. هم يردون انا اريد جماعتي وجيب جماعتك، انا تعين هذا الوزير مدير المكتب ما يشيله حتى يمشي المعاملات اللي ما كان من عادل عبد المهدي. انا اشكرك اشكرك يا ابو علي، اكتفي معك بهذا القدر. كلام مضبوط، كلام صحيح. مو مهم اللي يجي يحكم بالعراق هو مين، من يا طائفه، من يا محافظه، من يا يتبع شنو، شنو فكره. المهم يخدم هذا البلد ويعيد للسيادة المفقودة ويعيد للثروات المنهوبة ويحاسب قتلة المتظاهرين ويحاسب كل شخص انتهك حقوق الناس، أجرم وسرق وارتكب أي انتهاكات. هذا الشخص مو مهم انت من جايني أو شنو ديانتك أو شنو طائفتك أو من أي منطقة، قدم للمجتمع ما حد حيطلع عليك. وقالوها أكثر من مرة المتظاهرين بالساحات وكل العراقيين، لو الشعب العراقي يملك مقومات الحياة الأساسية ويعيش عيشة كريمة ويشعر بأمن وأمان لما خرج على السياسيين الموجودين وأحزاب السلطة. فيما تبقى من وقت مشاهدينا الكرام نقرأ الرسائل الواردة على صفحة على رقم القناة الخاص بالواتساب. المشاركة الولاء للوطن تقول: السلام عليكم، تحياتي إليك والقناة الكريمة، رحمة واسعة للشهداء. حكومة علاوي لا توافق شفع ولا نصاب نفع. في رسالة من السيد أبو حاتم من الموصل، تحية طيبة لك أستاذ محمد ولمن يستحق التحية من العراق وشعب الأبي. يقول: الثورة قائمة والتظاهر أيضا قائم، هناك احتلال وعملاء وميليشيات يعملون على شكل صفحات بتوجيهات من المحتل، تنتهي صفحة يأتون بصفحة أخرى، والقتل يستمر بالمتظاهرين والثوار أمام أنظار العالم. وأنا أقول للثوار احسموا أمركم بتشكيل حكومة من داخل ساحات التظاهر، لم يدعمكم أحد إلا الله، بعد الاتكال عليه والنصر حليفكم، والسلام عليكم. شكرا لك. أبو حيدر من النجف: السلام عليكم، رحم الله شهداءنا الأبرار والشفاء العاجل لجرحانا الأبطال. هاي الموافقة ما تتم إلا المحاصصة، لأن أنتم أصلكم حرامية، صار لكم 17 سنة تبقون بالعراق، والله ما بيكم شريف، كلكم ذيول الإيران، وإن شاء الله كورونا يتخلصنا منكم.
في رسالة من السيد مبروك من الإمارات باختصار لأنها طويلة جدا، الشخص الذي يأتي وفق توافقات حزبية لا يرغب به ولا يرحب بحكومته، هذا جانب. أما الجانب الآخر فهو شخص وطني له الحق بتشكيل كفاءات وطنية لحكومة تخدم العراق وليس لمحاصصات طائفية. يعني الشخص المفروض اللي يأتي بهذه المواصفات. شكرا لك. طيب، في طبعا واحد من يبدو من أنصار التيار الصدري أو من أنصار مقتدى الصدر ناشر صورة قالوا هرب الإيران خوفا من كورونا، اللبنان خوفا من كورونا، قالوا وضع تحت الإقامة الجبرية. بس هذا الكلام ما يهمنا، نفس السؤال اللي وجهته مع عبد الله وغيرها، ما الذي قدمه هذا الشخص؟ إبراهيم أحمد الدليمي من بغداد يقول أعلى سلطة بالعراق هو حزب الله. العصابات المتسلطة، سعد من السعودية يقول العصابات المتسلطة على العراق وأهله لا تدرك معنى أن الشعب والشعوب ومن حولهم ينعتهم بالمجرمين والفاسدين ويصرون على ترشيح مجرم. محمد كردي من كركوك يقول أنا ما أريد أحكي مباشر لكن أريد توصل رسالتي أخوان، حكومة عراقية معنا حكومة إيرانية، ألف رحمة كذا ماشي. العشائر العراقية وللأسف بعد احتلال العراق 2003 تتصارع وتتقاتل فيما بينها ويقع القتيل والجريح بسبب غياب الدولة يحكمها القانون، وهذه العشائر تقف عاجزة متفرجة أمام جرائم الميليشيات والأجهزة الأمنية. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا الكرام لطيب المتابعة ولكل من شارك معنا، ونلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة. إلى اللقاء.